تبقى في سعي حثيث يبحث عما يميزه في مجاله رغبة في الإتقان. إنه المنشد عبد المجيد عامر، وجه المدينة لهذه الحلقة. أعطاك ربك ما تريد وقال افعل ما تريد، إما عذاب أو لك جنة فيها عيش رغيد. اصحاب ربك يا أخي فلن تعيش عمرا مديد. اصحاب ربك يا أخي فلن تعيش عمرا مديد. اختار الإنشاد طريقا له وسعى لإيجاد ماهيته في الحياة. إنه الفنان الشاب عبد المجيد عامر. الإنشاد بالنسبة له رسالة سامية تحمل الكثير من القيم الإنسانية، وهذا ما شده نحو عالمه الفني تقوده الرغبة والموهبة. بدأت كالمعتاد من المواهب الذي تكتشف، كنت أقوم أنشد في الطابور المدرسي لو في معانا حفلات أو معانا يعني مسابقات أو رحلات، فكان الاختيار يقع علي. ومن ذاك الحين يعني اكتشفت أن الصوت الجميل وجد لرسالة يجب أن تؤدى، ولشيء يجب أن يقام مني، أو ما هي حياتي في هذا الوجود. بدأ الفنان عبد المجيد مشواره الإنشادي من خلال التعلم على مهارة الإتقان، وتدرب على يد الكثير من ذوي الخبرة في هذا المجال. من خلال 2011 إلى 2014، في الثلاث سنين هذه كونت علاقات واحتكيت بناس كثر في الوسط الفني، وتشكلت عندي صورة أكبر وأكبر. فكل ما تقدم في مرحلة أشوف أننا عادنا لسه في البداية، كل ما تقدم في مرحلة أشوف عادنا في البداية، إلى أن أتت في وقت في 2014 بعد إصدار عمل درب السعادة، فيديو كليب درب السعادة بمجهود ذاتي، شفت أنه الموضوع لازم وقفة. وقفت مع نفسي وقلت لازم أحدد لي وجهة، بما أنه الآن الفن طبعا ينشغل عدة انشقاقات، في منه الغناء، في الإنشاد، في عدة أقسام. فشفت إيش المجال اللي أنا بتخصص فيه وبكرس كل طاقتي فيه عشان أبدع فيه. حبه للتميز قاده نحو فن إنشادي جديد هو فن الأكيابيلا، كأول فن تعرفه عدن، وإتقانه بشكل جيد يحتاج إلى مهارة وتدريب. هناك فن في العالم العربي في عدن لحد الآن لم يصل ولم يعرفه أحد. هذا الفن اقتبس من الغرب، ومن ثم العالم العربي قدموه في مجال الإنشاد، فكان أكثر المنشدين وأغلبهم في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات في الدول العربية كامل يستخدموا هذا الفن. هو فن بديل للموسيقى. النجاح يحتاج إلى دعم، والدعم الحقيقي بالنسبة لعبد المجيد هو ذلك الذي يكون نابعاً من إصرار المرء على إتقان ما يحب. الذي يتميز في مجال يجذب إليه جميع الأنظار. الدعم الأول لهذا الفن يكمن في داخلي. إذا دعمت أنا نفسي وقدرت بإرادة وإصرار أن أنا أتعمق في هذا الفن وأسخر كل طاقتي،
أما إذا صرت خلف منوال السابقين هناك الكثير يغنون، هناك الكثير يعزفون الموسيقى وهكذا. في بعض الأشخاص ما وصلت لهم الفرصة لأنهم إيش؟ ماشيين خلف أناس قبلهم، في متميزين قبلهم وهكذا اللي أنشأوا هذا الفن. يلي فديت بدمك الطاهر ثراك يا حي في الجنة ومولاك اصطفاك، علي مقامك عند ربك يا هناك، عهد اللي ما ضحيت لجله لن نحيد يلي فديت. عبد المجيد عامر يلوح أمامه حلم التميز محاولا بذلك الوصول إلى العالمية، يقوده في ذلك تصميم دائم وعمل دؤوب. مولاك اصطفى علي مقامك عند ربك يا هناك.